السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه ثينكر، موقع جميل جدا ومفيد ومسلي، يعني معتمد على الجيمفيكيشن، ان هو بيعلمك اديوكيشنال وفي نفس الوقت جيمنج. الاطفال بتبدأ انها تلعب وتستمتع بيه. تمام، طيب تعال نشوف كده. تمام، هو فيه دروس كتيرة اهوت، تعلم المينكرافت. مينكرافت مش هيبقى مجرد ان انت تقابل وحوش، لا، برمجة، وعندك ليرن بايثون، وعندك اكسبلور اي اي، ودول مش بس كل حاجة، ده بس ايه امثلة. لكن لو دوست اكسبلور اول كورسز هتلاقي كورسات كتيرة جدا. زي ما انت شايف بنبدأ بالبلوك كودينج والموديلنج، من كرافت، بايثون، ويب اب ديزاين، اي اي، داتا ساينس، ادفانسد سي اس، كل الكلام دوت. تمام، هيبقى معانا في قلب الموقع. فلذلك هتلاقي حاجات كتيرة جدا بتعتمد عليها، يعني في جامعات كتيرة بتعتمد عليها، البي بي سي ليرنينج، ابل، جوجل فور ايدوكيشنال، مايكروسوفت، ليجو، مينكرافت. طيب تعال نشوف كده. بص، كل دي بلاي كودينج جيم، وبعد كده مينكرافت وهكذا. طيب خلينا نشوف الدروس، الكورسات اللي موجودة، وتقدر تبدأ اهوت. بروجرامنج بيزك، وعايزين نشوف السعر بتاعها بكام. تمام، في تخفيض اهو، بيقول لك لو انت سنة كاملة ب120 يورو. فممكن مدرسة أو جامعة تتفق معاهم إنها يبقى في كورسات خاصة بيهم، أو إن هم يدوا صلاحية للطلاب إن هم يدخلوا على الموقع هنا. طيب خليني أعمل لوج إن. بيقول لك أنت عايز تبقى ستودنت ولا بارتنر ولا تيتشر، ولا أنا ما عنديش أكونت عايز أعمل ساين أب. أنا أكيد عندي أكونت. دخلت، فإحنا ده جزء اللعب بالتعليم. وفي جو تو سكول، ده لو انت عندك حساب في المدرسة، بيقول لي حط الكود بتاع المدرس. تمام، لو انت ما عندكش كود. تمام، طيب خلينا نروح للألعاب. الألعاب مفيدة، مش ألعاب بتضيع وقت. تمام، يعني لو اخترت أي واحدة هتلاقيها، مثلا ده برجر، يعني بمناسبة مش عارف اليوم العالمي الايه كده. تمام اهو، بص بدأ يعلمك البرمجة من خلال ايه، جيت ستارت، سيت سايز تو، بتقدر تحدد الحجم بتاعها، اول ما اوصل يعمل كذا. تمام اهو، تقدر تبرمج وتحط الكود زي ما انت عايز. تمام، فهو بيشرح لك ايه اللي مطلوب منك. كل صفحة بيقول لك فور ايفر، فور ايفر يعني هيفضل يكرر الحاجة دي لحد ما تحصل حاجة تانية، لحد ما يوقف. تمام، طيب تعال نشوف الكود اهوت. ممكن بقى تقول اهي دي الحاجات اللي هي الايفنتس، اون ستارت لما نبدأ، لما يحصل كذا، لما يحصل كذا. هنا الكنترول، اف ايلس، فور ايفر، زي مثلا فور ايفر ممكن تحط فور ايفر هنا، وتبدأ تحدد ايه اللي يحصل فور ايفر. تمام، لو انت عايز تشوف التوتوريال تبدأ تدوس هنا وتبدأ تشوف الشرح اللي هو هيقوله لك. بتبدأ تتعلم البرمجة بكل سهولة. تمام، وتقدر تضيف شخصيات، اد اكتر مثلا ترسمه، او كاركتر بيلدر، او عندك ميديا لايبراري في مكتبة موجودة، او تعمل ابلود لشخصية انت عارفها، او اد بلانك اكتر، اد تكست اكتر، زي ما انت عايز. كل ده من دول هتبدأ انها تتعامل معاه، بحيث ان انت تضيف الشخصية لقلب المنصة بتاعتك ديت. هنا بيقول لي اختار بقى شخصية معينة، مثلا اخترت حد يجي ياكل، او ممكن نختار مثلا طفل من الاطفال مثلا يجي ياكل، نختار ديت. وطبعا تبدأ بقى تحدد الشعر واللون والحاجات دي كلها، وتقول له سيف. يبقى كده الشخصية دي هتبقى موجودة عندك، تقدر ان انت تستخدمها بعد ما حددت الخصائص بتاعتها، او ممكن ان انت تستخدمها. تمام،
فعندك الشخصية ديت ضفناها، فنقدر ان احنا نحط لها برمجة بتاعتها، زي مثلا الستيج هنا بتقف بتلاقي برمجة، فهنا ممكن انت تبرمجها تقول لها لما نبدأ عايزة تعمل ايه، لما تبدأ ممكن مثلا تقدر تتحكم فيها، ممكن تخليها موشن تتحرك، مثلا هتتحرك 10 خطوات مثلا، اهي ممكن تخليها تروح عند الماوس، تمام، تبدأ تشوف الماوس فين وتبدأ تتحرك مع الماوس. طيب خلينا نقول له ايه فور ايفر، ونحط دي تحت دي فور ايفر اهي، واقول له جو تو ماوس. بص كل ما انا امشي هي بتمشي بقى معايا، وتبدأ تبرمجها مثلا اول ما تقرب من الكعكة دي لو البرجر ده يتاكل، وهكذا. موشن تقدر تحدد تتحرك ازاي، انيميشن تبدأ بقى تحدد انيميشن ليها، تمام، زي ما انت عايز بقى. ممكن تحدد لوك المظهر بتاعها، ممكن يكون فيها اكتر من شكل، فتقول له خليها تتحرك لشكل معين، مثلا الديفولت ممكن تخليها بلاك بلوك او بلاك دانس او بلاك ديد، زي ما انت عايز. هي بص بتنط ايه، تمام، فتقدر تختار لها ايه الحاجة اللي هي تعملها. فممكن مثلا تعمل سنسور لما تلمس حاجة او تقرب من حاجة تبدأ انها تتحرك، بتقول لك انا اسمي ايه، هسميها مثلا منى، موناليزا مثلا. فالاسم ده ممكن نستخدمه بعد كده، نحطه في متغير ونستخدمه. ساوند، تمام، اصوات، ممكن بين تخليها كل ما تتحرك تبدأ انها تسجل الحركة بتاعتها. بص اهو شايف الخط، اتمنى يكون واضح. خليها تحرك كتير عشان القلم يبان ان احنا بنشخبط فيه، تمام. الكود ده ممكن تشوفه كجافا سكريبت، لما تدوس هنا تبدأ تشوف الجافا سكريبت، مش مطلوب منك تكتب جافا سكريبت، لكن تقدر هو بحيث ان انت تفهمه، تمام، ان مثلا زيس ده الكائن دوت لما يبدأ ستارت هنعمل دالة معينة، هنسألها وات از يور نيم، وبعد كده هنخليها باك فوتبول و وايل ترو، طول ما الحاجة دي شغالة ابدأ ان انت حط القلم وابدأ ارسم بيه، فهتلاقي الكود بيبدأ ان هو يبقى سهل جدا في ان انت تفهمه، تمام. خلينا نختارها مثلا كأنها بتلعب هوكي، مونا هي كده بتلعب هوكي. طبعا هو الموقع مليان ألعاب كتيرة جدا، إن شاء الله نحاول كل شوية كده نبدأ نلعب معاه، تمام. احنا كده سيفنا اللعبة عشان لو دخلنا بالأكاونت بتاعنا أو بالحساب بتاعنا تاني نلاقي اللعبة موجودة ونقدر إن احنا نلعبها. اهوت، تمام، دي زي ما انت شايف دي ليفل 1 البروجرامينج بيزك، وبعد كده كريتنج جوز كود، هتحتاج ان انت تكتب اكواد كودينج بايثون، ادفانسد بايثون، ريل وورلد بايثون. فانت بتتعلم برمجه بسهوله جدا، ده من سن من 7 ل 12 سنه، تمام، وبعد كده عندك المفروض 13 سنه، تمام، يبدا بقى يتعلم جافا سكريبت، يتعلم بايثون وهكذا، تمام. ان شاء الله هحاول اسجل لو انا لعبت حاجه من الحاجات ديت. فان شاء الله يعني ايه، ابداوا، لو حد عنده اي اسئله نبدا ان احنا نشوفها ان شاء الله.